عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. على بركة الله ينطلق الشوط الثامن، هذا الشوط أو الرابع مخصص للقعدانة. اللقاية والمسافة 3 كيلو متر. خلونا نفتتح الإذاعة مع الذيب سالم مطر بن محمد بالخوية. أما المركز الثاني عندنا شواش حميد بن سعيد بن خليفة. المركز الثالث نتابع فيه ثالث المراكز شامخ ناصر بن عبد الله بن فارس. المركز الرابع عندنا هناك تواجد معرف. رايد بن سعيد بن سالم الدرعي، يا سلام يا بن سعيود. المركز الخامس عندنا شعار بن الشتوي راعي شاهين. المركز السادس ناصي محمد بن حميد بن حمد الدرعية. نكتفي بالنداء ولكن ما اكتفينا من العطاء، بل أخوي لا زال مسيطر مع الذيب. الذيب هو الذي يقود الكادر الأمامية. سالم بن مضر بل أخوي الدرعية، الله عليك يا راعي الذيب، أن لم تكن ذيبا كلتك ذيابها. الله الله يا سلام. عندنا شواش حميد بن سعيد بن خليفة الدرعية، هذا هو الثنائي منذ انطلاقها. نروح مع المركز الثالث نشوف الأوضاع. ناصر بن عبد الله بن فارس عنده الشامخ، وابن الشتوي عنده شاهين يا سلوم. والمركز الخامس عندنا هناك راعي ناصي محمد بن حميد بن حمد الدرعية. الله الله يا الشعارات يا الأسامي يا المنافسات، لا ندري من اللي بيحصد ناموس هذا الشوط. الكل يتابع، الكل يترقب ما يدور من أحداث، من تنافس، من تحدي. نتمنى التوفيق للجميع بقيادة بلخوية. هناك نرى السيطرة، نرى الحضور، نرى الأداء المميز من الذيب. الكيلو متر الأخير، كيلو الحسم والعزم يا بن الأخوية. جميع الشعارات تترصد للتغيير، ولكن سالم مضر بن الأخوية الدرعي يغرد خارج السر بدون أوامر باندفاع مميزة. مركز الثاني شامخ ناصر بن عبد الله بن فارس. المركز الثالث عندنا راعي ناصي محمد بن حميد بن حمد الدرعي. هذه هي المسيرة، هذا هو الحضور، هذا هو راعي الذيب سالم بن مطر بن الخوية الدرعي. الله عليه والعصا في الابطان. الشامخ قادم، خطورة من الشامخ. الشامخ الناصر بن عبد الله بن فارس. الشامخ شامخ بهذا الشعار، شامخ بالخطر. الله الله، تتغير الامور، تنقلب الموازين. الشامخ مع ناصر بن عبد الله بن فارس الدرعي بدون اوامر. المركز الثاني الذيب سالم مطر بن الخوية الدرعي. خلونا مع الشامخ بهذا الاسم، بهذا الشعار، بهذا الحضور. ما هو بغريب عليه الحضور المشرف، ولا على شعار ناصر بن عبد الله بن فارس الدرعي. كم صال وجال في عالم الابداع والناموس، بدون اوامر ينتزع الصدارة بقسارة
الناموس الناصر مع عبد الله بن فارس وابنائه جميعهم على هذا الحضور بدون اوامر للشامخه. من المركز الثاني الذيب سالم مطر بالاخوي الدرع. المركز الثالث ناصي محمد بن حميد بن حمد الدرعي. المركز الرابع معرف الراهد بن سعيد بن سالم الدرعي. التوقيت 4 دقائق 46 ثانية 17 قز من الثانية.